هي قنبلة إعلامية أكثر من هي يعني قنبلة يعني مرض ولا يعني الآخر. حنا نقولوا إن شاء الله المرض هذا إن شاء الله ما يلحقناش، ومدى بينا إن شاء الله ما يكون بعيد علينا. إحنا كما يقولوا الشعب غير ما خرج المرحلة تاع كورونا، والشعب تأثرت اقتصاديا معنويا، كاين ناس خرج من الخدمة على جال الكورونا، وزيد يجي مرض ثاني يعني يزيد تخدم عند بريفي ما تجيش اليوم ما تجيش غدوة، يحوزك. المهم حنا ندعو ربي سبحانه، وكما يقول لك نكونوا اخوه بيناتنا، ورحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.